حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من السلطة الرابعة. نبدأها بالعناوين. في موقع مأرب بريس، أمريكا تكشف عن صيغة مقترحة من 4 بنود للحل في اليمن. وفي المشاهد نت، فوضى أمنية في صنعاء، هل فقد الحوثيون السيطرة؟ أما صحيفة الخليج الإماراتية فقد قالت جريفيث إصلاح الاقتصاد اليمني أولوية. أهلا بكم. يشهد اليمن منذ العام 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس من العام 2015 دعما للحكومة بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بين العاصمة صنعاء. في التفاصيل، حسب صحيفة الأيام قالت إن منظمة أوكسفام أعلنت أن المعارك الدائرة في اليمن تحصد مدنيا واحدا كل 3 ساعات، مطالبة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وسائر الدول الأوروبية بوقف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية التي تقود منذ العام 2015 تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين في هذه البلاد. وبحسب الصحيفة، فقد قالت المنظمة الإنسانية في بيان، قالت إنه منذ أغسطس قتل في المعارك الدائرة في اليمن مدني واحد كل 3 ساعات، ولقي كثيرون آخرون حتفهم بسبب المرض والجوع. وأوضحت أوكسفام أنه استنادا إلى أرقام جمعها مشروع سيفيليان إمباكت مورغن بوريجت المرتبط بالأمم المتحدة، فقد قتل في الحرب الدائرة في اليمن 575 مدنيا بينهم 163 طفلا في الفترة الممتدة بين 1 أغسطس و15 أكتوبر. قال وزير الدفاع الأمريكي إن الصيغة المقترحة لإحلال السلام في اليمن تتضمن نزع الأسلحة والانخراط في العملية السياسية ووقف الحرب والتعاون مع جهود المبعوث الأممي لمعالجة القضايا الأساسية في المشاورات القادمة. في التفاصيل، بحسب موقع مأرب بريس، فقد أكد جيمس ماتيوس في كلمة ألقاها في مؤتمر المنامة بحضور الفريق علي محسن الأقمر دعم بلاده الجاري في الجانب العسكري ودعم بناء القدرات أو قدرات القوات اليمنية الشرعية. وحضر نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح افتتاح قمة الأمن الإقليمي في نسختها 14 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، وبمشاركة مسؤولين وباحثين ومفكرين يمثلون أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم. وألقى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيوس أمام مؤتمر حوار المنامة، ألقى كلمة عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ونوه فيها إلى أن الصيغة المقترحة لإحلال السلام في اليمن تتضمن نزع الأسلحة وأيضا الانخراط في العملية السياسية ووقف الحرب والتعاون مع جهود المبعوث الأممي لمعالجة القضايا الأساسية في المشاورات القادمة. وأكد أيضا دعم بلاده الجاري في الجانب العسكري ودعم بناء قدرات القوات اليمنية الشرعية. الموقع بوست تناول تقريرا سلط الضوء فيه على الظروف القاسية التي يكابدها النازحون في حضرموت وسط غياب الاهتمام الحكومي وبسبب الحرب التي اندلعت في اليمن. تعيش العديد من الأسر النازحة من تلك المحافظات إلى محافظة حضرموت أوضاعا مأساوية صعبة بين مطرقة جنونية لأسعار الإيجارات وظروف المعيشة الصعبة التي تسببت من انهيار العملة الوطنية في مضاعفاتها على المواطنين بشكل عام. في إحصائية حصل عليها الموقع بوست من منظمات تعمل في مجال الإغاثة، فإن عدد الأسر التي سكنت وادي حضرموت أكثر من 1200 أسرة، تتوزع 2/3 منهما بسيئون والثلث الآخر بالقطن وتريم.
فيما يتركز العدد الأكبر للنازحين بصحراء العبر وسط ظروف مناخية قاسية بحسب صور حصل عليها الموقع بوست، حيث يبلغ عددهم قرابة 700 أسرة تتحصن منها 250 أسرة من أجواء الصحراء بصفائح حديدية وفي بقايا أخشاب إلى جانب إطارات السيارات. وحول أوضاع التعليم، يقول الموقع بوست إن العامان الدراسيان الحالي والماضي شهد ازدحاماً لعدد من المدارس بالمدن الرئيسية بسبب الإقبال المتزايد لأبناء الأسر النازحة من محافظات الصراع، واضطرت إدارة التربية إلى تجاوز معضلة الأوراق الرسمية الثبوتية للطلاب النازحين التي لم يستطع البعض حملها خلال فترة الهروب من محافظاتهم. علي سعيد الأحمدي كاتب يمني كتب مقالا تناوله موقع المصدر أونلاين للكاتب، والذي سلط الضوء في مقاله حول المشروع الاستعماري في الجنوب العربي، والذي تساءل الكاتب في بداية مقاله: هل كان مصطلح الجنوب العربي مستخدما قبل أن يستحدثه الاستعمار البريطاني؟ في تفاصيل المقال يقول الأحمدي إن هناك فرق بين الاقتناع بفشل الوحدة اليمنية بين دولتي ما قبل 90 والتوجه نحو إعادة الدولة السابقة التي سميت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والتي كانت منجزاً تاريخياً فارقاً في تاريخ اليمن الحديث، حيث وحدت أكثر من 20 سلطنة ومشيخة تحت دولة ونظام واحد، وبين الدعوة لإحياء مشروع استعماري تجزئي للجنوب نفسه، بل والبدء فعلياً بفرض هذا المشروع أمراً واقعاً. يبين الأحمدي أنه لا يعقل أن يأتي المستعمر بالخير للبلاد التي يحتلها، ولا يمكن بحال أن تجد مصلحة للبلاد في مشروع يرمي لتفتيتها وتجزئتها ليستفرد الراعي بكل منطقة على حدة. يجب أن يعلم الجيل الصاعد الذي لا يقرأ التاريخ أن مشروع اتحاد إمارات الجنوب العربي ليس مشروعاً توحيدياً على غرار بعض دول المنطقة التي لم تستقل إلا بعد إعلان الاتحاد بأكثر من 10 سنوات. يحذر الكاتب أيضاً من أنه اليوم وبعد مرور 4 سنوات على قيام حرب مدمرة في اليمن، أكلت الأخضر واليابس مع ميليشيات تطمح لإعادة الحكم الاستبدادي السلالي في صنعاء، فإننا نفاجأ بموازاة ذلك بمشروع أيضاً يهدف لإعادة تشكيل الدولة اليمنية ليس باتجاه فصل الشمال عن الجنوب فحسب، بل نحو إعادة الحياة لذلك المشروع الاستعماري القديم والاتجاه نحو تقسيم الجنوب وشرمذته إلى أقسام مختلفة متنافرة تتجه لتكون دويلات وظيفية مرتهنة لإرادة المستعمر الناعم الدائم. يعاني المواطنون في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي من تزايد عمليات القتل والخطف والسرقات ومختلف الجرائم الجنائية وسط تعتيم إعلامي وقيود تفرضها جماعة الحوثي على عمل الإعلاميين الساعيين إلى كشف الحقائق هناك. موقع المشاهد نت سلط الضوء على هذه القضية، وتناول أيضا تقريرا يقول فيه إن سلسلة من الجرائم البشعة التي وقعت خلال الفترة القليلة الماضية كان أبرزها في حي الروضة بصنعاء، حيث اغتال مسلحون المواطن أحمد عبد الله جديلان نجل مدير أمن مديرية الثورة بصنعاء الموالي لجماعة الحوثي. يقول الموقع أيضا إن جماعة الحوثي اعترفت رسميا بالانفلات الأمني غير المسبوق الذي تشهده العاصمة اليمنية صنعاء، وتزايد حالات السرقة والتقطع والنهب، حيث تفيد مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصدرت وثيقة موجهة إلى مدير عام أمن العاصمة ومدير البحث ومدراء المناطق الأمنية خاطبتهم بالتالي: وزير الداخلية بعث بمذكرة تفيد بأنه لوحظ كثرة
كثرة ارتكاب جرائم السرقة والنهب في العاصمة صنعاء، محملا مدير عام شرطة العاصمة صنعاء ومدير البحث ومدراء أمن المناطق الأمنية كامل المسؤولية لضبط الجناة. بحسب الموقع، فقد يرى خبراء أمنيون أن ازدياد معدلات الجريمة وانتشار العصابات الإجرامية تسبب في وقوع انفلات أمني في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة أيضا تحت سيطرة جماعة الحوثي، الأمر الذي يؤكد فقدان الحوثيين السيطرة على الأمن فيها. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أن إصلاح الاقتصاد اليمني يمثل أولوية في مواجهة خطر المجاعة الذي يواجهها اليمنيون، مشيدا بالجهود التي تبذلها السعودية والمساعدات المالية التي قدمتها في سبيل دعم الاقتصاد اليمني. نقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن موقع العربية نت، والذي قال إن جريفيث تحدث عن زيارته إلى واشنطن وطلبه دعم الإدارة الأمريكية في مساعيه لحل الأزمة اليمنية، وكشف في محادثات قريبة بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية الانقلابية سنتخذ من جنيف أو فيينا مكانا لها بنهاية نوفمبر. وأعرب جريفيث عن تفاؤله بتحقيق خرق في جدار الأزمة اليمنية، مشير إلى أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي في 16 نوفمبر تشرين الثاني على مواعيد المحادثات اليمنية المرتقبة. المبعوث الأممي قال أيضاً أنه سيلتقي رئيس الوزراء اليمني الجديد في عدن قريباً، وأنه سيتوجه إلى محافظة تعز للإطلاع على الوضع فيها. وختاماً، لم يتبقى لنا إلا الانتقال إلى فقرة الكاريكاتير لنتابع صورة اليوم.